زي ما شفنا فريق 2001 واخر الاستعدادات للدوري الجديد، ايضا كمان فريق 2003 بيستعد علشان الدوري ان شاء الله. انطلاق الدوري هيكون يوم 7/10. النادي الاهلي كان ليه تجربه مهمه امام النصر السكندري، انتهت بفوز النادي الاهلي بخماسيه. احرز الاهداف رأفت خليل هدفين، ميدو نبيل، سمير محمد، ومحمد ابراهيم غريب. نروح نشوف ملخص الاهداف ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. دي بعض اهداف الاهلي او فريق الاهلي مواليد 2003 امام النصر السكندري، وكانت مباراه رائعه. ما كانش معانا كل الاهداف، لكن يعني ده الاهداف اللي كانت قدرنا نصورها عشان تكون مع حضراتكم.